وفد الهيئة العليا للمفاوضات سيغادر غدا جنيف ولن يعود إلى جنيف إذا لم يكن هناك تحقيق للمطالب الإنسانية للشعب السوري. نحن نعلم تماما أن هذا النظام الذي أفشل مفاوضات جنيف في عام 2014 سيتبع نفس الأسلوب ويفشل هذه المفاوضات. ولكن جاءت الاستجابة وحضور والحضور إلى جنيف بالنسبة للوفد المفاوض للإثبات للعالم مرة ثانية وثالثة أن هذا النظام لا يؤمن بالحل السلمي، لا هو ولا حلفائه. أعتقد وأن أوجه هذا الكلام للدول المعنية وللمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بأن الوقت قد حان للضغط على هذا النظام وحلفائه ليوقفوا جرائمهم وليوقفوا انتهاكاتهم في حق الشعب السوري. The United